أهلا بكم إلى موعد الظهيرة الإخباري ليومه فاتح يوليوز. قتلى وجرحى جدد ينضافون إلى قائمة ضحايا حرب الطرق. حادثة سير وقعت فجر اليوم قرب قلعة سراغنة أسفرت عن مسرع شخصين وجرح 69 آخرين عندما انحرفت حافلة تؤمن الخط الطرقي الرابط بين إنزغان وفاس انحرفت عن مسارها. الروبورتاج لحسن الحمادي وعبد الصادق الراسيلي. هذا ما تبقى من الحافلة التي كانت تقل على متنها 71 راكبا قادمين من الجنوب. الحادث خلف مقتل شخصين، رجل وطفلة في 13 من عمرها، أما الجرحى فعددهم يصل إلى 69 جريحا. كانت الساعة تشير إلى 1 من صباح اليوم، ويعزى هذا الحادث الطرقي إلى عدة أسباب. هذه الحافلة اللي كتربط إنزغان بمدينة فاس هز المسافرين أكثر من الطاقة ديالها، وكذلك البضائع ديال المسافرين، والسرعه المفرطه، والحاله الميكانيكيه ديال الحافله، بالاضافه اللي كتوفر غير على سائق واحد عند مسافه اللي كتقطعها حوالي 700 ما يفوق 700 كيلومتر بين إنزغان وفاس، وعند سائق واحد. مسرح الحادث الجامعة القروية الجوالة التي تبعد عن مدينة قلعة سراغنة ب 17 كيلومترا. في البداية صدمت الحافلة دابة ثم اتجهت نحو هذا العمود الكهربائي، لحسن الحظ لم يكن مشغلا، وكادت الحافلة أن ترتطم مرة أخرى بأحد المساكن. كنت ناعس في الدار، كنسمع هذاك البوطو دخل فيه الكار، نط انا والدراري خرجنا، تلقينا بنادم كيتغاوت هنايا، تخلعنا حنا ملي سمعنا هذيك الدقة، وراه بنادم من دوار آخر سمعوا الدقة هنايا. بعد وقوع الحادث تم التعبئة طاقم طبي مهم وتسخير 8 سيارات لإسعاف 65 جريحا يرقدون بالمستشفى الإقليمي لقلعة سراغنة، بينما 6 تم نقلهم على وجه السرعة إلى مراكش لإصابتهم بكسور خطيرة، فيما تم إنقاذ امرأة حامل وجنينها. احنا غادي لفران وقطعنا في الكار طلعنا، غادي واحد جوج الناس بداو تيدبزو تيتخاصمو، ما طرعوا فوسط الكار، الناس سقاو سكتو 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 سكتو، ما عرفناش علاش يتخاصمو. واحد الساعه طرفنا الكار تيلعب بينا. ملي كنا جايين كان الكار زايد تقريبا على ما يزيد على شي 10 ديال البلايص، ومن بعد وقع شي دورونجمون، شي فور تيهضرو مع شي وحدين يجيو بواحد السرعه فائقه، ما حسيناش براسنا تتلحنا لبرا. السائق لاد بالفرار تاركا وراءه قتلى وجرحى ومعطوبين، وقد عرف نفس المكان حادثا مماثلا سنة 2004 خلف مقتل 22 قتيلا بعد اصطدام حافلة بشاحنة. وتشهد الطريق الوطني رقم 24 الرابطة بين مراكش وفاس مرورا بقلعة سراغنة وبني ملال ضغطا كبيرا، والذي يستدعي إعادة بنائها وتوسعتها، وهو ما لم يتحقق منذ عقود.